معنا فيديوهات جايبين اغراض من تيك توك عم بيقولوا انه شيء كتير مهم واساسي ولازم يكونوا بكل مين عم بيقولوا مين عم بيقولوا ناس الناس يعني انه هيدي انه متداول كثير متداول واتساب جروب ايه عم تبعتون لبعضكم. فحضرت ورقه وقلم انا تنشوف شو الليست اللي بتطلع. من اسوء الفيديوهات يا جماعه اللي بمر على تاريخ القناه هو مشتريات اللي في تيك توك بيجبرنا نشتريها. فيك ما تضلك اب تو ديت. طيب تنشوف اليوم شو عطينا تيك توك. عطيكي راندوم. عطيكي شو عطيكي؟ هيدا من امازون. ايه بس انه عم ببيعوك اياها انه تيك توك كثير يعني قد ايه مفيده لالي هيدا؟ انك تخبي السعر. انك تشتري الاسعار كلها اللي شريتها ورقه سوبر ماركت. كونفيدنشال ما حدا خصه. ايه ورقه شوبينج مثلا. كله بتخبى الاسعار كلها بتروح. كثير حلوه هي كونفيدنشال. كونفيدنشال طباعة. هيدا كفر للريموت كنترول. شو هو هيدا الكفر؟ بتلبس بضوي بالليل. بضوي بالليل. نحن ضلنا مضيعينها للريموت كنترول. نحن ولا مرة. ما هو ما نحن ما بفيدنا. ليه؟ لأن نحن ولا مرة ضيعناها لقيناها على الأرض، دايما مضيعها بتكون أنت قاعد عليها، فديجا لو ملبسينا هيك ما رح تبين. نحن الريموت بس نضيعها بالبيت بدون يييي. سوري يا جماعة، هيدي ما بتفيدنا لو لابسة فوسفوري. هيدي فوسفوري إذا واقعة بالبيوت العادية تحت الطاولة. فما بعتقد لها شو يعني ما تكتبيها. يييي هيدي بتنشف ال بتنشف السلطة. بتنشف كل أنواع. ليك عندي وحدة. بس إنه بجيب وحدة تانية. إيه خضرة هيدي، هي خضرة. إيه بجيب وحدة تانية. لا نشافت. نشافت خضرة. والفويق. او شو هالاختراع، شو بفكروا فينا نحن كسيدات بنحب النظافه. هيدي السبون اذا انت مثلا محرك فيها سبون اسمه سبون. ايه سبون شو بها سبورت لانه فيها سبورت. ايه سبورت وبون عاملين سبون. اوف شو بيش ماركتينج. ماركتينج ما بيسوى، لازم غيروا ماركتينج ديبارتمنت. ايه شو بها تلقي يعني بس تحطها ما بتدق بقلب البلاطه وبتجوي الدنيا تكون انا مليانه اكل. اه الا هيدي عاليه. هيدي نظافه. هيدي نظافه سبون. كاوتش. او هيدي للف. هي لك بدي اجيب لك اياها انا. شو بدي ضلني راكضه وراك انت واولادك نظف الكنبيه؟ تشارج البلاي ستيشن. كل شيء بتعمل. هيدي كادو مني لك انت والولاد. جيب ثلاثه. تايمز 3. ما سالت قد سعرها حتى يعني ولا انه. ما انا عندي جوزي عم بيقول لي جيب ثلاثه يعني معقول اسال؟ can plug into any outlet and it lets you cook. الكتريك ولاد مسكها من تحت ما حاسب شيء. هي على الكهرباء هيدي. يعني قطعنا من الغاز، شو بنعمل؟ ما بنطبخ اليوم؟ لا مش جرب تدفع فاتورة الكهرباء $1000 لأنه نحن بدنا نطبخ بيض، ما بنطبخ اليوم، بطلب دليفري أنا ساندويشات $10 أرخص 100 مرة وأنا موفر بهالطريقة لأنه الكهرباء أغلى صار. إنك تطلب بالبيت؟ طبعاً لأنه الكهرباء صايرة أغلى بهيدي الأيامات وصايرة نادرة. اوكي ديجيتال. حتى تعرف تقرا رح اجيب لك اياه. هي عن جد صعبه كثير ان انا اطلع على الاصفر واعرف، ضروري يكون عم يكتب لي ديجيتال. لك الكلب عم يطلع اياها على القد. الكلب عم يطلع انه شو في برو؟ شو في برو؟ نيل كليبر؟ اوه منيح الاختراع بس نقري منيح. عجبك؟ لا بدي شيء يعجبك تجيب لك كيكه دو. لا لا مش لكن الاختراع منيح بس انه ما بعرف بحس انه بيلعن النفس. اه الارم بس حد يفتح الباب. اوكي لحظه لحظه بلش ما ادري شو صار حدنا في ورشة حدنا وانا عم فكر استوديو اللي حدنا. اوكي بعتقد الجيران فايتين لعنا رح ينضموا لنا هلا على الرياكت. واو انتي بس نرجع 5 minutes later. رجعنا معكم يا جماعة عرضية، يعني الجيران بس عم بي ضبطوا مكتبهم. عم بيظبطوا يلا لكن اوكي عم نحكي هيدي للحمه لتسهل الحياه كرمال ما هلا بتشكى. ايه خلص خلصنا عملنا باربيكيو. هي لك بدي اجيب لك اياها قصقصه. ايه باربيكيو بلدي باربيكيو بس كل حبه طالعه مثل الثانيه. ايش ما حلو. حلو تضلها هي هيك حاسستيها للخبريه. لا دايما بده يلاقي شيء.
شو عم يعمل؟ ما فهمنا شيء هلا رؤي ما عم بفهم شيء. حتى بيكبس لها بتكبس بتطلع مي. انا عم بشوف المي هلا كانوا عم يحطوا جالون. كنت انت من هي عم تكتبي على الباربيكيو. في جالون يعني بقلبها. في بدك تشيل جالون؟ بنشتري جالونات معها؟ ايه مش كثير ما لها معنى. ليه ما بتحطي قنينة مي حتى تفتحيها وتشربيها؟ لو جالونات وقنينة وحتى الجالون بالاوضة عندي. يه في شيء كثير. هاي الحمام روح نشوف تنك. انا رايق حبيبي والله رايق قاعد عم بتفرج. اوه شو بتشربون؟ سحر ايه ما بنشتريها يعني. نحن ما بنؤمن بهالاشياء. ليه ما بنؤمن بالسحر؟ لا ما بنؤمن بالسحر نحن فما رح نشتريها. لكيف تمتص؟ حلوه ولو بيوقف عليها اذا اجري مي. ليكي كيف بتشرب إيه المي من اجري بينطر ايه وبيقوم بعدين بكون شربت الميات كلها. اوكي ماشيين. بعد ما عرفنا شو بتعمل جبنا بيض وجبنا اشياء ثانيه وجبنا اوكي حطيتي خليط بقلبها. تعمل كيك؟ لا تعمل كيك تعمل عجين باستا. شو باستا؟ بتعمل باستا؟ اطيب باستا من دياتي الك دي حلوة. واو لا حلوة باستا هوم ميد يعني. هوم ميد باستا انا من دياتي. ليتي ما نشوف قد سعرها. انه اذا بسعرها بشتي على سنتين باستا لقدام ما بقعد الا معنى تكون من دياتي. ما بدي شو اسمها انا. ما بقى انه عرفت شو قصدي؟ اذا بسعرها مشتي سنتين باستا لقدام يعني بجيب بني وبجيب سباجيتي على سنتين لقدام. بتصير تقول مرتي عم تعمل لي باستا بال. لمين بدي اقول؟ ما عندي شي حدا قال له مرتي بتعمل لي باستا بال. ما بدي. ما عندك اصلا. حتى اذا عيد انا واصحابي ما رح اقول عجبكم يا شباب مثلا انه روق روق بدي احط جول. مرتي عم تعمل لي باستا بال. بدي يقول لي برو هو كيرز. دوش دوش بتعير التاب. دوش خمس نجوم هيدا. هيدا دوش خمس نجوم. هلو هلا بدور كمان بالاخر بطلع موسيقى بصير يعطيكي الوان. عجبني حلو. تغيير بالبيت. تغيير. هذا بحسسني بيكون باوتيلات ست نجوم حتى مش انه خمسه. ايه نعم احنا بيتنا بنعمل شيء وبنعمل بيتنا بيت ست نجوم. This gadget has four drizzle holes that allow you to scoop and drizzle so you can. ايه هيدي اختها لهيدي كنت بدي. ايه هي زيتها. بس هيدي بس هيدي مع ليك بتضل تكب يعني هي بتحطها وبتكب بتضل تكب. ايه بتعبي لانه بتعبي. ايه شو عم تكبيها هي واختها؟ خرشيه بتطعج. هيديك الصابون. ايه صابون. هيدي شو بدها تكون؟ سافورك سافورك. انه اذا هيديك شوكه هيديك كلمه صابون سافورك. ما كتبوها ما كنا بنحكي. صبراش. صبراش؟ صبر يا رب من عندك انت. صبراش؟ قفل؟ ولا شو هذا ايبود؟ منفخ؟ شو هي؟ ما عرفنا شو هيدا؟ منفخ؟ حلو كتير. شو بدك تنفخي؟ ما بعرف شو عندنا شيء للنفخ؟ مشي مشي مشي. ما عندنا شيء للنفخ؟ لا طماطم نهدي لحدا. جيبوا كادو لحسن. ما في ما عندي شيء لنفخ. الطبيعه بتجي منفوخه. شو انا بقى انفخ طابه هلا؟ اذا نفسوا مين اللي ما رح ينفسوا؟ صدقيني انا باخذهم على محطه البنزين و طب ما بتطلع بالسياره. بطلع بالسياره وبروح بنفخهم اذا نفسوا. ايه في شيء اوكي. شو هيدي ساوند سيستم؟ ساوند سيستم. ايه شو هيدي شاشه؟ اوه ماي جاد. واو واو شو بتعمل بس؟ ما بعرف هيدي بعتقد هيدي بتضرب بروجكشن عليها لان البروجكشن كانت عم هيك بتكبر الشاشه بس مش بتكبر. هيدي هي بروجكشن في ضارب عليها بروجكشن مبدئيا وهي بس لانه كثير الكواليتي تبعتها منيحه عم تعكس لك الصوره بشكل كثير حلو. مبدئيا شيء ما له معنى. شيء ما له معنى. ما هيك ما بحب يا اختي. انا بحدك وعم اقول لك ما بحبه. لا عم اقول لك ما بحبه. بحط نصور ما بتحط تليفونها سايلنت يعني نحن 11 بيس 11 قطعه. ييه بتشيل ال 11 قطعه لانه بلا ماسكات. لانه بتفوتيها بقلب الفرن وما فيك عاده تفوت الماسكه بالفرن. ايه ذكيه كثير. ذكيه بس هن ست قطع بس معتبرين الماسكه قطعه والطنجره قطعه والسطح قطعه. يعني هي قطعه واحده بس كاتبينك 8 قطع. ايه دائما هيك بالطناجر بس. وعم يضحكوا عليكم انتم كبنات انتم معكم مش لا طبعا معتبرين الغطا قطع. انت مش تعبانين في جماعه لا بلا بس انه انا معقول اشتري الغطا كقطعه؟ يعني مش معقول اشتري. انا بدي لك وان بيس الغطا. انا بدي الغطا. لا ايه عرفت شو قصدي؟ ايه شنطة. شنطة بتحطي معك مي بقشطوكيها على باب الطيارة والكيس تبع الديوتي فري يو اس بي لتشارج التليفون. معك بيت نقال. يي يي لا مش قادرة هلا تمشي بلا ما تحضري؟
فيش. هاي حلوه تبع اللابتوب، بس انه مش قادره تمشي، انه بدها تمشي بالمطار ومع ال محل الكتاب يعني، ما انا لانه بقرا بحط الكتاب. لا هيدا بيت اسمه بيت نقال، هيدا ما اسمه صوت كتاب. حلو مفيد. شو كل شيء كل شيء عملته بنقدر نحن نعمله. ماشي شوف قد ايه بتلاقيها وقد ايه سعرها، واذا في منها عقل وين تجيبك شنطة كل شيء. اسمها شنطة كل شيء، ايش بدك تسميها؟ شنطة كل شيء، معك حق. اوكي، لمبة بتعلقيها بالحيط دغري من دون كهرباء من دون شيء وبتغير. هون هون ضوء هالقد قوي؟ ما بعرف، بس من وين بتجيب معقول بطارية يعني؟ بطارية بطارية مصروف بطاريات. ايه مصروف بطاريات، اوكي. بدنا نشتريها مع بطاريات. ايه في شيء موتوريزي هون؟ اوه شو ايه نحن يعني بليز ما تبلش تلاقي. ايه انا ما شو ما عندي ما عندي شو بدي نقول؟ ما بتعرف واحد شو بصير معه. لا بعرف ما بعرف ما راح اوزن شيء بهيدا الحكي. وين اكويب؟ وين اكويب؟ ليش؟ زومبي ابوكاليبس حرب عالمية تالتة شو بدي نقول؟ حرب عالمية تالتة بدي نقول انا ماكسيموم اكل بدي نقول بهي شو رايك اجيب لك هلا هدايا كريتين كريتين بنعبي فيه معلبات وبننقلهم. ما حدا بيعرف شو ناطره. حدا بيعرف؟ والله انا عارف شو ناطرني. انا عارف انا عارف شو ناطرني صراحة، كلهم عارفين شو ناطرني باخرة المطاف. اه هيدي بت شايفها هيدي طباع حلوة كتير. حلوة هيدي طباعة حلوة بتعرب الأمور. ماشي جيبي هيدي بحبها أنا. ايه هيدي حلوة. يي هيدي نفس سيستم للتشاينيز، لما نروح ناكل تشاينيز بتبرم الطاولة قدامنا نكون مبسوطين أنا وياك. ولا أي معنى، لأنه كلهم على متناول إيدي يعني. هاي بتضربني لأنه بتكون هونيك، كيف بدك تجيبيها وتطليها؟ بس هيدي كلها يعني أنا بس بعمل إيدي هيك قدرت طال الصحن يعني، عم يلفوا على حوالي نفسهم يعني، ما له ولا اي معنى. ايه صغيره كانت تكون شيء اكبر يعني. يعني ما راح نجيبه. يس ايتم بالفيديو ما راح نجيبه. وي ديد ات جايز، نحن هذا كان الانتصار، انه على قليل ايتم واحد ما نشتري بالاخر. منيح يا جماعه موفقين. بدنا آلة ضغط، بدنا آلة. كان بقى انا افتكرت رح يعدوا علينا آلة لضغط قياس ضغط القلب. في جيبي لي ثلاثه. ثلاثه ايه، ودواء دواء دغري فرد مره، لان اكيد بنشي جماعه. بعيد الشر. باي.